واحد 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 المقولة ديال نشوفوا الحالة دابا هنا قلت له راه كملت لك جو فونتين شكون ناقي لي مال جاي يوم دي موضوع دوز هنا بالنسبة لي السلطات راه كاين سيدي باش راه دايما تنقول كيما تقول تبقى تطرق علاش حنا كالاقرباء جلسنا مع السيد باشا مجلس السيد العامل واتفقنا والسيد الرئيس مشى زار تشكر على الزيارة ولكن الزيارة كملتي مشيتي قول لك انت هو الرئيس ولا غير كسادة انت تلاقيتها الرئيس كان بروجرام سمحوا لي انا غلط ماشي ولي انا تنحدد الزيارات ولكن تنحدد الزيارات جميع المراحل عندي سؤال بسيط من الاخ الى الاخ علاش ما مشاش مزايدات لماذا لم تكلفوا نفسكم العناء من اجل زياره المرفق ديال التصمم هذاك ما كاين الا ملي كلشي تيلف كاينه علاش ما مشيتي له وانا تنقول لك من هنا حنا راه كنتدخل ديالنا فور فور ابسور دو لاتونسيون اي كومبلي السلطات راه في هذا الشيء ولكن يسمح لي مشيتي للكونه مزيان مشيتي للكونه وشنا واحد الصور تاخذش الكرامه ديال المجلس واش حنا تنبعو الكلام تما الكلام مصورين تيستناو النوبه ديالهم راه خصو يستناو لا تيتفرجو ما عرفتش كيديرهم صوصات ندير التصاور ملي رئيس تيمشي تمويلو التصاور ماشي عارف توصل التصاور راه تيحتو الكرامة انا شفت واحد جوج كليبات زوينين تيستناو حقك هذاك حقي شي كلاب باش راه من المهم انت ما تعيش عليا انا شويه اغريسيف تجاوبني انا تي تنقول من هذا الشيء وكاع القضيه انا راه تندافع على الجد تندافع على المسؤول الرئيس كيما مشيت شفت المسؤول الرئيس كان وانا في البريمي نوت فور ابسوربي ماشي نقول لك انا حكى الحريقه راه سبعات الحق سبعات وخطر بغا يلعب فيك تجاهلتي ولكني انا تنطالب من هنا لانك تجي دير زياره ميدانيه وبوحدك ماشي مع مصمم الميدان تمشي بوحدك من فوق ايوه غير اللي كنت غير اللي كنت واش حنا غنستناو خمس سنين اسباب النزول ديال المشروع اللي حتى راه كيرجعوا تمشي تما وتشوف الهموم ديال المهنيين ماشي هذوك اللي فولو من الكيس دوك اللي مونداتير المونداتير ما تيجيش وتيشد الفلوس تيدي الملايين وما تيخرجش باقي استخلاصو في لي مونداتير عم كشتوها في هاد البلاد ولماذا تم التغاضي على اجراء المباراه يلا قول لنا ما غاتجاوبنيش عقلي ما عندكش جواب ما تعاودش المباراه ديال لي مونداتير علاش المغرب انا تنقول من هنا هذا في مرفق سنعملو في انتظار وكاين الاخوان تيقول لك الدوله واش انا ماشي في الدوله واش نتوما ماشي في الدوله نحن جزء من الدوله حنا غادي نمشيو على التجويد ديال الدوله ولكن الا كان تيرضينا اذا انا تنقول بان الا مشيتي تما راه الا صوت شي شي من الرئيس رئيس ماشي لعبد الشعب ولا مشهور انا سمعت العزيز الصباح وتا الناس اللي تيمشيو في الطب الله يجازيك بخير راه فتن سمعت المجلس راه حيت نتوما هاد المجلس راه حاضر وملي تيمشيو راه تيمثلونا هادوك الناس اللي تيمشيو بسميتك ولا بسميت المجلس يكونوا قد المقال ماشي تسمعوا تقولوا انت نشوف مع الرئيس ونشوف مع فلان انا واش هاد المساله الرئيس راه صافي باش تاخذ القرار اذا مشيت جلست في الكوميسيون عطيني الحصيله ديال الكوميسيون تاع هاد الثلاثه سبع رئيس تاع 10 وهادشي راه تنقولوا غير تنعمل المجلس هادوك المهنيين دوك الخطار اللي تدخلوا الخطار بحال الزرع ديال السجون انا تنقول بان في انتظار ترحيل او سرقه ديال المشروع اللي جا هذا الشيء شغلكم تنقول بان لماذا لم يتم اشراك المهنيين تما علاش تنقول هذا الشيء بان الاخوان ديال الوزراء عندهم واحد الجمعيه وصرفات اكثر من 600 مليون في اطار الشراكه اهلوا ذاك المكان اهلوا وكذلك كذلك علاش ما نديروش ديك الاتفاقيه الشراكه مع ذوك المهنيين اللي تيعديو بالضرائب ماشي اللي تيتهربوا بالضرائب الفون بارتيسيبي هذوك راه غادي يساهموا ماشي غادي يديروا داكشي صحيح وحنا هذا كنا تنطرو ونقولوا الله يجزيكم الخير فانت غادي نشوف غادي نشوف خصنا نأهلو داك المرفق وداك المرفق اون با لو تو افير بغينا ان كوميسيون سوفرين وساج
رون جي دي في كوميسيون ساج لا تنبوش في كوميسيون دي ساج لا تمشي تتحرق البلبله هادشي تنقول ولكن غير تنعلم المجلس وكاين مسامر اللي قال ما عندنا تعلق ما نمشيش نمشيو يهضروا في ميدنا اللي هم با لو دغوا ما عندهمش الحق ما عندهمش الحق الا مشاو مستشارين ما عندهمش الصفه اذا الناس اللي مشاو خارج وتيتشنوا من الناس تيتشنوا من الناس الامور لا راه في كلام الاخلاق كاع احنا ما بغينا فتنة بغينا لك المفرق تاهل وكل تيقن بان الا زرتيهم هما شو لا ديسيون سا ديسكي وهذوك الناس راه يمكن لهم يدخلوا معنا في هذا المشروع اذا انا تنقول هاد اسباب النزول ديال المشروع الجديد ما غادي نسيناش على المرفع والاصلاح ديال المرفع راه اكثر من 3500 واحد قدام المسجد الرئيس اذا انا بالنسبه ليا خصنا نجلسو مع الى صعيب باش تجمع 3500 صعيب باش تقنعهم صعيب عرفتي علاش ما يمكنناش عاوتاني نعيشو المعساك ديال السوق هذاك سوق السمك هنا في الحقيقه دعيت الله اللي كان سبب يمكن جواد كان انت سكتي باش تنعيكم الله بانكم فرطتوا في حق البلديه باش ما تديش المستحقات الحق السيوله الماليه ديتو سرتو غير هكا وقال لي واحد السيد حكيم قال لي شوف راه واخا ما يعطيوناش راه كانوا غادي يحولوا المارشي الفوق عاوتاني دابا تيقولوا لي حكا راه واخا ما اتفقوش غادي يحولوا المارشي غير هادشي يمكن نلقى جواب وغنمشي معاكم تنقول بان الترحيل ديال ذاك المرفق شحال مدة 50 ولا 60 سبعة فاسيل ولكن خصنا نأهلو المرفق ديالنا ونجوبو المحاصيل ديالنا وتنقول ذاك الميت الاجتماعي سا بوسير دولما غير حنا مخصناش نتزايدو عليه بزاف شرط القياس ومولاي عباس دار التدخل ماشي بور اوريونتي هذا الموقف ديالو ولكن ماشي نخرجوا ليه ونقول لهم حتى ما لعبش الناس ديال ماشي كانوا كاع ما قال حتى حاجه ان ظنني عندي ابن سكر اللي كان مسكر نعرفوه تنعرفوه الاخوان وطرحناه في اللجان وطلبنا لان ندير لي تيت اسمح لي كنت ندير لي تيت هنا غادي نهضر في الجوال كيما نهضر دابا غادي نحسن نفسي بانني ما نجرحش شي واحد ولا كاين الا كان ذاك العرض داروه هنا تيمشي مع الطموح السيد الرئيس على معنى الا كان باش ما نهضرش في الغياب انا عندي انا نهضر هكا شويه الا كان داك الطموح داك ليكسبوزي اللي دار سي بينيفيك بور لا كوميد ونتيقن بانني غادي نخرج انا من المجلس ونخرج من النقابه ونخرج من التمريض والصحه وندير بالي جديد ولكن نمشي نديرو في الرباط ندير غير المهم ندير العنوان في الرباط ونتلاقاو في الرباط ونجيو للمكتب وابور ابور ادوس نصور على